معانا نرجع تاني لقصر الدبارة في القصر العيني، مراسلنا عبد الرحمن ياسين الحقيقة كمان النهاردة قابل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والحقيقة كان ليه معاه لقاء أثناء جولته على اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة. نروح لعبد الرحمن. خلال جولة السيد الوزير محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال إلى مدرسة قصر الدبارة، سعادة اللواء أهلا وسهلا بك على شاشة قناة النهار. أهلا بحضرتك وجميع السادة المشاهدين. سيادة اللواء، إيه اللي لاحظناه من تواجد هذه الحشود النهاردة في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية؟ إيه أبرز اللي أنت رصدته خلال جولاتك؟ هو طبعا النهاردة اليوم الثالث والإقبال كثيف، يعني في إقبال أكثر من اليوم الأول والثاني. من خلال مرورنا على جميع اللجان صباح اليوم، رغم ان احنا في الساعات الاولى من اليوم، الا ان الاقبال كثيف جدا. جميع المواطنين من مختلف الفئات، رجال سيدات شباب، في اقبال ايجابي جدا على جميع اللجان بوطنيه، واحساسهم بالمسؤوليه الكامله تجاه وطنهم، وان هم لازم يشاركوا ويبقى هذا دورهم ومسؤوليتهم باتجاه وطنهم. وده اللي هو ملاحظ النهارده من خلال جولتنا في اليوم الثالث على اثناء المرور على اللجان. حقيقه ان الشعب المصري اثبت في هذه المرحله الهامه من تاريخ مصر انه على وعي كبير وبكل مسؤولياته تجاه وطنه، احساسه بان كل ما بيتم من اجل المواطن المصري، المستقبل هو للمواطن المصري، وده اهتمام الدولة كلها، والاهتمام الأول لفخامة السيد رئيس الجمهورية الاهتمام بالمواطن المصري. فما كل ما يتخذ من إجراءات ومن تعديلات دستورية هو في مصلحة المواطن المصري ولمستقبل أفضل للوطن. طبعا النهاردة كل الفئات بتشارك، النهاردة الشباب بيشارك بإيجابية وأعداد كبيرة جدا وحماس وإصرار على المشاركة، إيمانا منه بأن أصبح له دور، وأن هو الدولة كلها بتصنع له المستقبل. رؤية المواطن المصري المستقبلية لبلده هي اللي دفعته أنه يتواجد في جميع المراكز. سيادة اللواء، النهاردة استعدادات محافظة القاهرة بعد إغلاق اللجان وعملية الفرز؟ احنا طبعا أعمالنا مستمرة، يعني من بداية اليوم 9 صباحا ل9 مساء حتى تمام الانتهاء والغلق وهدوء الحالة، وبيتم بعد كده نقل جميع المراكز الانتخابية تجمعها إلى اللجان العامة تحت إشراف القضاء الكاملة. ومن اللجنة العامة بعد كده هتعلن النتيجه في اليوم المحدد له ان شاء الله. ابرز الحاجات اللي وصلت لغرفه عمليات المحافظه خلال اليومين اللي فاتوا والنهارده؟ طبعا هو يعني الحمد لله، يعني ما فيش اي شكاوي تطلقتها غرفه عمليات المحافظه، وبالتنسيق مع غرف العمليات جميع الجهات، وده دليل على ان الشعب نفسه هو اللي عنده اصرار على ان العمليه الانتخابيه تمر بهدوء وتخرج في اجمل عرس انتخابي لائق بالمواطن المصري. ونقول للناس كلها، نبعت رساله للعالم كله، هو ده الشعب المصري الوطني اللي بيحكي بلده. سيادة اللواء اشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. ده كان لقائي مع السيد اللواء محافظ القاهره اثناء تفقده لمدرسه قصر برده. شكرا جزيلا.